الآن هذه الشيلة إهداء من ثامر وبشار وأخواته حق حسين الفضلي أبو بشار. الله 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 كم اطلخوا الجلال كبار لجل الفخر عدل الحالي كم اطلخوا الجلال كبار لجل الفخر عدل الحالي في مدح رعى الكرم والشان شيخ الرجال ضرب الايماني كم اطلخوا الجلال الكبار لجل الفخر عدل الحالي حسين صيت الكرم ذهبا ما يلحق هاي نقصاني يزدان فيها الشعر يزدان ويماري في كل ميداني قوم اطلخوا أجزل الكيفة لجل الفخر عدبل الحاني لجل الفخر عدبل الله الله حسين يا بيرق الشجعان فيك الفخر قاسي وداني يا كاسب المجد يا بليها واسمك على العز عنواني قوم اطلخوا أجزل الكيفة لجل الفخر عدبل الحاني لجل الفخر عدبل الحاني والله عريب ساسك من الجدة شيخ على العز لهشاني من لابة التكرم الضفار أهل الكرم طول الأزماني قوم اطلخوا أجزل الكيفة لجل الفخر عدبل الحاني لجل الفخر عدبل الحاني والله حسين شيخ كبير الشان يذكر على كل ديواني وهبته تبهر الأعيان ويرجح بكل ميزاني قوم اطلخوا أجزل الكيفة لجل الفخر عدبل الحاني لجل الفخر عدبل الحاني من لابة الفضلية الشجعان تشهدهم كل الأزماني الفضل فوق الفخر نشان شيوخ قوم لهم شاني قوم اطلخوا أجزل الكيفة لجل الفخر عدبل الحاني لجل الفخر عدبل الحاني أولادك المحزم المليا على المهمات شجعاني يا فخرهم فيك يا الميدان يا فخر كل قاصي وداني وقوم اطلخوا أجزل الكيفة لجل الفخر عدبل الحاني لجل الفخر عدبل الحاني بشار وثامر مع الأخوات فيكم فخر كل عنواني يهدوني لك شكر وعرفة جزد الزوافي والأوزاني قوم اطلخوا أجزل الكيفة لجل الفخر عدبل الحاني لجل الفخر عدبل الحاني وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 0505578